يعني انا كتير ماشيه على الموضه مع هاديه بما انه مش عم اقفلها ولا فقره ولا حلقه. اليوم عنا درايز فان نوتن رح نحكي عن سبرينج سمر 2014. خليكم معنا. صباح الخير ولا صباح الخير لمشاهدينا، بس اكيد هلا من المشاهدين المعودين بهيدا الوقت. اليوم اوقاتنا كلياتها مفشكله كلياتها فوق تحتاني، والسبب هو شيء هيك على طول دارج ببيروت، هو بلبنان، هو عشقه السير. ايه. بس بعد تعرفي بعد هلا ما بنعرف لشو اليوم السير، انا بحس انه بطلنا بلبنان عن جد، بيكون في شيء غلط مش معقول. على كل حال، بس على كل حال وصلنا على الاستوديوات عالم الصباح، ولانه وعدناكم نكون نهار الثلاثاء وهينا نحن. مثل ما كنت عم تخبر رولا، رح نخبركم على عرض لدرايز فان نوتن. بس لكن قبل في عندي احدى الخبريات يلي كل من محبين الموضه بيكونوا ناطرينها. ماركت اتش ان ام يلي من فتره طويله عودت مشاهدينا طول الكولابوريشن مع مصممين كبار، اللي بلشتها هي بالبدايه مع مصمم كارل لاجرفيلد، من بعدها ستيلا ماكارتني، ومؤخرا مع ايزابيل ماغو، بنرجع من قبل وقبلها مع مارتن ماجيلا، وقبلها مع مارني، وقبلها مع فيرساتشي، وقبلها اسم الله عليك خدينا هلا في كولابوريشن جديده لخريف شتاء 2014 2015 مع مصمم امريكاني وعنده سكسي كثير كبير، وهو الكسندر وانغ. بس لكن هلا لربيع صيف 2014 في كولابوريشن من نوع جديد على فكره، يعني اتش ان ام، بس ما بعرف اذا حتوصل على لبنان. لاول مره بتاريخ الموضه وبتاريخ فساتين الاعراس، اتش ان ام عامله مثل كابسول كولكشن لفساتين الاعراس. ولاول مره الفستان ببلش، فستان العرس ببلش حزاري بقد ايه؟ قد ايه؟ 99 دولار. نو واي. عن جد. هيك حسب ما عم بخبرونا عنا لهيدي المجموعه، بس مني عرفاني بعد من مصادر تبعوني، ما عرفت انه اذا هالمجموعه تبع العرس رايس الفساتين الاعراس رح تكون موجوده بلبنان. حرام، بس يمكن الشعب اللبناني بحاجه لها اكثر من برا. ما بتعرفي عن جد، حسب كمان الواحد بيرجع لهو شو طالع على بيره يلبس. ايه عندهم ديزاينز مهضومه، بس كمان انه مهضوم انه حسب اذا الواحد بده يعمل عرس صغيتور، حتى يعني كمان للصبايا اللي جاي على بيره يتمثلوا ويلبسوا فستان عرس كمان حلو يلبسوه للفستان. على كل حال كثير مهضومه، بتلاقي نازلين لابسين فساتين الاعراس وتحتهم بوتس مثلا. عن هي كثير ما هو يو كان دو ذات، كل شيء مسموح. مجموعه درايز فان نوتن لهالموسم مجموعه كثير حلوه، من احدى المصممين يلي حب يعتمد على المطبع بطريقه كثير حلوه. كان في عنده كثير فلاور باور، كل الطبعات، كل الفترات، كل بالرسومات والمطبع الحديث. بالاضافه لهالشيء كمان كان عنده اللوك البويش، وهذا الشيء اللي هو اصلا بيتمتع فيه المصمم من لما ابتدى. ما حكيت الحكي عليكم، رح ننتقل ونشوف مجموعه ربيع صيف 2014 لدرايز فان نوتن. Thank you.
فإذا مثل ما عم نشوف مجموعة كتير صبغ كل الخطوط الموضة ومفاتيح الموضة لربيع صيف 2014 موجودة اللي رجعتنا هيك بقوة لفترة التسعينات هالمجموعة. والحلو كان الباند يلي كان عم يلعب بكل فترة العرض التسعينات يلي عم نشوفها هون من اللون الذهبي المطبع بالورود اللايرز بطبقات عالية بالمجموعة القصات كتير نظيفة كلياتها لوك مينيماليست بالدقة وتنعن كمان احدى المجموعات للمصمم وبحب ذكر لكل محبين درايز فان نوتن في لاقوه موجود كل هالمجموعات تبعيته بكل بوتيكاته. وهيدي على فكره الاكسسوار الوردي هي من احدى الماست هاف للموسم عند درايز فان نوتن. والفروفرو فرنسيس هو اخر موضه هيك اتس فان من احدى هيك المجموعات يلي كثير خفيفه كانت بالتفاصيل لكل ست الا لتلاقي شيء بتحبه بهالمجموعه. اكيد بس بدها تكون من الستايل اللي هيك كثير افونغارد بتعرف حالها كثير شو بدها وجريئه باللبس تبعها واختيار اللبس تبعها. ومثل ما بنعرف هلا موجه الميوزك والفاشن عم تلعب دور كثير كبير صار لنا تقريبا شي ثلاث مواسم عم بيكون بيس اجمالا الستايل اللي عم ينعم لاعب شو اسمه كثير دارج هلا الميوزك الروك اند رول والموسيقى مع العرض عم تكون كثير دارجة اجمالا لانه بالاخر هو كثير عم يعمل كولابوريشن كمان الديزاينرز مع المغنيين وهيدي صار لها فتره تقريبا شي خمس سنين عم نشوفها هيدي الكولابوريشن. في بعض المصممين عم بيتبعوها في بعض المصممين ما بيتبعوها بس اكيد بكل عرض وبكل ديفيلي بيكون في مود معين وميوزيك عم تنعمل خصوصي للديفيلي بالاجواء اللي هن بحبوها ولا تعكس كمان اجواء الديفيلي. هيك بتنتهي فقره على الموضه لليوم. انا ان شاء الله بشوفكم نهار الجمعه وكونوا معنا نهار الجمعه مع حلقه جديده واكتشاف مصممه عندها مجموعه كثير حلوه لربيع الصيف 2014. انا مش رح اكون معك الجمعه تخيلي رح تكوني معي اصلا معي الضيفه بس رح تحضريني بالبيت. لا اكيد ان شاء الله انا بكون الاحد مش الجمعه. لا على كل حال الغي برجع اعمل. على كل حال ثانك يو لك هاديه. رح نتوقف مع فاصل اعلاني وكمان صاروا تشقلبوا هيك الفقرات بما انه صار في عجقه سير ولكن هلا رح تكون معنا كيندا بارض وورد. خليكم معنا.